ما نشوفش هذا، نشوف غير هنا. شوف هنا انت شويه هذاك، هذاك إيه؟ راك يدي غير الصوت هذاك. شوف انت الصوره، خلي الصوره ديك القنبله هذا. وضرب شويه راه ميكرو حداك الكلمه، ها قول كن راه تشجع. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من منطقة القليعة نواحي مدينة ايت ملول، ومع واحد الشخص اللي هو بوميلود، اللي طبيعة الحال غادي يوجه واحد النداء لواحد الشابة اللي هي مكفوفة، واللي بغى على سنة الله ورسوله، وقال بانه بغى يتزوج بها، والحلم ديالو انه يرتبط بهذه السيدة، وهذا الشيء اللي غادي تحدث عليه اليوم في هذا البث المباشر بطبيعة الحال من جماعة القليعة نواحي مدينة ايت ملول. سي ميلود مرحبا، تفضل. انا قرشال ميلود من عمالة اكادير، العمر ديالي 57 عام، فايت عندي تجربة في الحياة الزوجية. انا كنبيع ونشري في العود ديال الشركات، كان عياد لي حرفي ديال الفران، وكنبيع ونشري، نجي كنجيب العود من الشركات، وكنعاود فيه البيعه، هو محطوط حدا الدار ديالي كشتيه، والبيكوب ديالي كاين هنايا، والسكن ديالي مستقل. وهاد السيده من نهار اللي هي عيطت، نهار 5 في شهر 6 عيطت لي دعاء ديال العبودي، وتابعتها عده مرات كثيره في هذيك لي دعاء. اخر برنامج باش تستفد في النهايه ديالو هو البارح، قال لي يا ودي هاد السيد هذا، داك البرنامج ديال هذيك اللي دعا، قال لي بان هاد السيد هاد النمره انا ما عندناش، حنا كنعيطوا غير على هذاك ديال النهار وهذا النهار، ودارت نداء لهاد اللي دعا هادي، وكنشكرها وكنشكرها بكل قلب الخالص باننا بكيت باش نوصل لهاد السيده. هي كريمه في السبت ديال ولاد نمه، وهي في العمر ديالها 37 عام، وكتقول باننا يمكن انا ظنيت فيها الخير، الا عاودت ليها القصه ديال حياتي يمكن غادي نرتاح ليها، وهي ارتحت ليها اصلا غير من النهار اللي سمعتها، وانا راه تنبكي وتنعيط، شكون اللي شهد عليا؟ راه الله، راه عندي 57 عام بقى عندي اشبر، والله الله اعلم، هذا هو الهدف. المهم السيده هي بعدا في التصريح ديالها بينت باننا انا راني في عمري 57 عام، وانا راني غادي نتزوج، وانا راه كندير الشغل ديال الدار، وانا راني غادي نتزوج ان شاء الله. يعني من تما ديك ديال ان شاء الله، انا غادي نتزوج بها الا في رزقي ان شاء الله، هذا هو الهدف. انا الحمد لله المحل ديالي مستقر، انت كاين معايا فيه بوحدو، الدار الفوق والتحت، عندي واحد خويا كبير في السن باش نكونوا واقعين، كيخدم معايا في العمل، وعندي واحد البنت عندها 17 عام، هذا العام راه ناجحه في الباك، واولا محاوره معاها على هذا المشكل هذا، وقابله بكل فرحه، ما عندي مشكل انا، ولا ولدي الكبير كاع محاور معاه، ما عنده مشكل على هذا الشيء. يعني إن انا مازال ما عرفتها واش بغاتني ولا ما بغاتنيش، ما عرفتكم واش غادي تجيو عندي ولا ما تجيوش عندي، تحاورت معاهم على هذا المشكل هذا بعدا اصلا كاع. ماشي مشكل انا، ما عندي مشكل انا، علاه فين علاه يا جينا كنلعبوا هنا، راه حياه زوجيه هذه، وحياتي هي اللي تنجح في حياتي كاع بعدا اصلا كاع. وفيت فيا الجواد في شي نصب والاحتيال ديال الحياه الزوجيه، تمليت بكل طريقه كاع. كاينين الناس اللي كيعرفوني هنا في العين شخصيين، ماشي مشكل. انا عايش عين القريع، عشت في عام 1978 وانا غير دري خدمت في الفران، ومارستني وخدمت فيها وعاودت ليها ومشيت ليها. قلت لي النهار سمعتي هاد السيده يعني وكتحلم بها. وهاد السيده راه تنصلي معايا داخل الكوزينه معايا، كيجيو الاصدقاء كيقول لي علاش بدات هاد السيده كاع هي؟ كنقول لهم تزوجت ترفضني، إلا سمعت رفضتني عاد نرتاح، أما أنا غادي نتزوج بها. ديرها في بالك. غدا وتمني أصلا. ونكون صريح مع أي واحد. انا بالنسبه لي انا كنصبان طنطيب، خدمت في الفران كاع 40 سنه، انا داكشي عندي ماشي مشكل، ما انا بيت غير ارتاح، راحه البال ما كتشرب المال، ما كتشرب الفلوس، ما كتشرب التجربه اللي عندي انا، راحه البال هي الحياه كاع. انا خليني من الفلوس، خليني من الطبع، خليني من كل شيء، انا بغيت نرتاح شخصيا. شنو توفر لهذه السيده؟ السكن بعدها هو والحاجه كاع اللي تحورت معايا، يعني انا عارف حياه الزوجيه هي اللي غتقول لي
راه انا اللي غادي نقول ليها، انا اللي غادي نقربها مني، انا اللي غادي نخرجها للبلايص، انا اللي غادي نسولها، انا اللي غادي نتحاور معها، انا اللي غادي نحطيها الحنان اللي ما عطاوش. ما غاديش نقول والديها، والديها سابقي ليا انا اصلا كاع بعدا. هذا هو المشكل. الرساله ديالك للسيده اللي كتشوف فيك دابا المباشر، وانا اش غادي نقول لها؟ كريمه راه تعذبت، راه 44 يوم تعيطي نهار 5 في شهر 6، وانا اليوم راه 19 في شهر 7، راه 44 يوم كتباتي معايا، تضلي معايا في طوموبيل، معايا في الكوزينه، معايا نصلي. فقتك حتى انا كتاشي عاد نقولوا باش تجوزي بيا ولا تقبليني؟ انا ما نوصلش لعندك كاع. هذا هو اخر رساله اللي غادي نصيفط لها. ولا رفضاتك؟ الا رفضتني راه غادي نعيط على وحده نفس المشكل، كاينه في كازا حتى هي العمر بحال بحال، وسميتها فاطمه، عيطت نهار 3 في شهر 7 وعيطت مرتين، هذيك جوج سبوتا عيطت متابعه حتى هي مكفوفه. علاش بالضبط يعني انت بغيتي الناس المكفوفين؟ يمكن انا عندي تجربه في الحياه، لو كان انا عندي المال ندير دار كاع ديال الناس المكفوفين، ماشي مشكل عندي هانيه، انا ندير دار ديالهم، حيت انا كنحس. انا خدمت في الفران، انا خدمت في القهوه، انا خدمت في اي حاجه عندي تجربه فيها. كنت في اقول مي يمكن طنطان، انا كنت في طنطان، كنت في العيون، كنت في الداخله، عندي تجربه في الميدان، عندي في البيع والشراء، عرفت اي منطقه عرفتها في المغرب. هذا هو المشكل عندي، انا عندي تجارب. ان السيم هو احسن حاجه، يمكن كاع نكون انا هاد السيده تصدق ليا ونعيش عليها حياه ونرتاح ليها ونحن فيها، ماشي مشكل عندي انا. ربما تحمطي من الحب داكشي علاش بغيتي؟ لا دابا مال الوعود بزاف والكذوب والنفاق، انا مرت في حياتي وحده صيفط لها الرساله نقولها نقول. لا ما تقولش. السلام عليكم، هي حدايا انا، لا انا ما بغيناش نقولوا داكشي، انا المهم ديالي هو الحياه الزوجيه مع هادو جوج، وحده فيهم كريمه هي الاولى، اقصى كريمه، وإلا رفضتني كريمه تنطلب الاخرى ثاني، ماشي مشكل عندي. خصيت من نظرة المجتمع يقول لك خديتي واحد عوره، خديتي واحد ما كتشوفش. اش بيهمني انا المجتمع؟ كنشوف بيني مع سيف بيض اش غادي ندي ليه غدا؟ الا بغيت تشوف المجتمع راه غادي تفليبا. اش بغيت انا المجتمع؟ انا واعي، انا فاهم، انا عارف السلم، انا عارف اي واحد واتكذب تعيا وتحصل، واتكذب تنافق اي مشكله درتيها راه معمر الامور. عندي تجربه، انا عندي تجربه حتى في الميدان مع الحريفيه، في الجزر، في الفران، في اي حاجه عندي. وعندي الاصدقاء في الفران، وكنتبع الفران وتنقيه، وهادشي بيتوني دار الفران يعرفوا، ونفوتوا اليوم بالتنازلات، ما عندي مشكل كاع. الناس هنا يعني في المباشر كيقول لك يعني واش غادي دير العرس؟ دير عرس اسطوري تعرض عليهم الا تزوجتي، الا تقبلت بك هاد السيده. هذيك السيده اللي قبلت لي ما غاديش نكذب عليك، غادي نقول لها ديري صدقه وسلكه وطلبها عندكم، وانا هنا ندير صدقه وطلبها عندي، هذا هو الحل الوحيد. ما داير لو تقول في هاد الشيء، نطالب منها هي شخصيا دير صدقه في دارهم وطلبها، وندير لها القاعه النكاح تما ونجيبها لداري انا هنايا هانيه، ما عندي مشكل انا. عائلتك غادي يقبلوا بهاد الزواج؟ والله يا ودي انا دابا غادي نكون مع، انا عندي، انا عندي ولدي مقرب مني بوليداتو، غادي يجي عندي وغادي يفرح، ولا بالسياره ديالو ماشي مشكل كاع، ما كاع الكذوب، غادي يمشي معايا هو بكل فرح وفرحان، صديق ديالي مقرب مني كاع مجوج. واش الوحدانيه هي اللي خلاتك انك تفكر تزوج في هذا السن؟ دابا كاين واحد المشكل، المجتمع ما تيرحمش، وانا في هذا السن هذه كيخصني نكون محترم، كما كنت محترم نبقى محترم لحد الان. الا كاع انا كنت هكاك راه تزوجت وطلقت في 3 ايام ولا 4 ايام، كنتزوج ونطلق، ولكن كنزرب. شحال من زوجات تزوجتي تقريبا؟ اودي الا جيت انا غادي نقول لك الصراحه، انا تزوجت 6 تزويزات. قرب الميكرو. انا مزوج 6. كيفاش 6 كي درتي لهم؟ انا وحده ولدت معاها 4. ايه. وحده ولدت معاها 2. ايه. وحده ولدت معاها بنت. ايه. وحده ولدت معاها 2. وحدة ولدت معاها بنت، وحدة ما ولدتش معاها، وهاد ديالي ما عندي مشكل معاهم دابا. علاش يعني ربما انت حطمتي الرقم القياسي؟ واخا الرقم القياسي الامل اللي كيقرا دايما هذا، فاش نمشي للشارع، نمشي للمتخدرات، نمشي للشراب، اش غادي ندير لها الحياة الزوجية؟ ما عمر الانسان ينهزم الا
في حالات الا كانت منك انت شخصيا ما قادش على الحياه الزوجيه. راجل الحياه الزوجيه عندها شروط. شنو الشروط؟ اولا خصك تكون توفر من جميع الوسائل ديال هاد المراه في عده الزيارات، في المناسبات عند العائله ديالها، في طالبها هي خاصها شي حاجه كتحاور معاك. علاش ما نجحوش لك يعني هاد ست الزوجات اللي تزوجتي؟ يمكن كان عندي العكس ولا ما عرفتش انا كيفاش المشكل. انا بعدا كنشدهم بالادله وحده وحده، راه ما عندي حتى مشكل معاها. الا عاوتاني غتقول لي كذبتي كاع. قالت لي بين نمشي عند اختي، قلت لها مرحبا. قالت لي غادي نبات، قلت لها مرحبا. مشات باتت ضلت شتا زوج جويشورات، انا شكيت جيت قلبتهم لقيت فيهم هذاك النهار باتت هي وضلت، هي مشات نهار الحد وضلت وباتت، وهذيك السيده اللي مشات عندها عائله ديالي وباتت وضلت وجات، وانا عادي هذيك الساعه هذيك منها هي الزوجه. كي جات سبحان الله العظيم مشيت للقفه ديالها لقيت فيها شي صوين ضلت حيدنا، وانا نعاود ثاني وقفت عليا هي. قلت لها جاك شي شري فيا؟ قالت لي هاد القفه. قالت لي راه شي فلوس عطاتها لي اختي. وقلت لي هاد القفه شكيت فيها غادي نقلبها، حتى شكيتي شي حاجه ديالي قلبيها. مشيت للكيس ديال الحمام وسط منه شرويطه وفيها حرز و100 درهم شقفه هنا والفرقش هنا والحرز وسط منهم، وفيه سميت امي على ثلاثه ديال المرات. وخرجتها ودازت معايا عند الوكيل واعترفت بها، والبنات اللي حدي الان كاينين في الخميس ديالها، وما وعيت على خالهم وعيت عليهم. قالت لهم وحده انا كل لقيت با نقتلو. كتعرفي باك وشنو هو جاب امك منين جابها بعدا ما نقولوش، ولكن هذا الفيديو عاد الضروره باش نصيفتو شي مشكل. تعال عمر بالنسبه يعني الناس كيقول لك ربما انت ما كتنجحش في الحياه الزوجيه بالعائله بين تتبعوا الناس راه دابا كلها واش غيدير شحال واحد دابا كيقول يا سير تزوج من هنا وانت مالك هذه كتجيبها كاع ما غادي تشوف وانت راه غادي شكون اللي بيحل ليك وراه غادي يجي واحد النهار تقدم. قلت له شوف هاد الشريط هذيك غادي نتزوج بها، غادي نموت انا وها، غادي نحيا انا وها، غادي نتسرى انا وها المغرب كامل اللي عطاني الله العمر انا هذه. وإلا كاع جاتني شي فرصه نقدر كاع انا نساعدها الا كانت شي عمليه نديرها ماشي مشكل عندي انا. بيني مع السيدة هاد كريمة هادي بالذات كاع. يعني هاد كريمة هي السبعة. هي السبعة. تبارك الله. السلام عليكم. يا قلنا الحقيقة. اللي بغاناها مرحبا، اللي ما بغاناش حياته هذيك. وهاد ستة العيال واش كنتي مزوج كتزوج وحدة كتطلق عاد كتزوج ولا جمعتيهم كاملين؟ لا. هي التخلويد هذاك. أنا ما عمرني في حياتي دخلت شي مرة على مرة وتنصارحها بعدا. صيفت لها غدا ما يقولوا لي هي كاع ما كتشوف ويقولوا لي غدا راه ميلود عنده سبعه ودا. لا سيدي هاد كريمه عندي واحد البنت اللي كتعيش معايا في الدار. كريمه كوني على هاد السيد اللي عندك عاهدت الله وعاهدت نفسي في غادي نصيفط ورقه ديال الجمعيه خاصه بالمكفوفين تجي تراقبك في الدار عندي انا. لا تكوني مضروبه ولا تكوني جيعانه ولا تكوني مكرفص عليك شي حد، هذا عهد الله عطيته لك في هاد الفيديو هذا. شحال تقريبا يعني اقصى مده دوزتي في الزواج؟ اودي اش غادي نقول لك اقصى مده زوجتها في الزواج؟ انا ما الاولى دوزتها طلقتها ما بيتش هذا الفيديو غادي يوصل لولدي. شحال تقريبا دوزتي يعني ما تطولش بزاف؟ انا ما نقدرش نتحكم عليك على كاين لا كاينه كاع. انا قلت لك الطلاق عندي في 2014 وطلقت في 2017 وطلقت في 2010 في شهر 10. هذا هو السبب. وهاد الثلاثة هادو وكل شيء بلادي الا كاين كاع حنا ختهم يقولوا ميلود ما مزيانش. انا سجلت عندي ديك الطيمارات مسجلين كاع اللي قال شي حاجة مسجلة. كما انت جيتي عندي دابا راه سجلنا كل شيء. يا غادي يسمعوا اي واحد الا حطينا كيتمار وحطيناك انت وقلتي كاودي هاد الهضرة واش قلتيها غتقول لي لا 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 تا غادي نحطها لك فاهمنا هذاك الشيء. وكندعي معاهم بالسين تنحطهم للحوار ندعي معاهم ونتفق معاهم بالسين وكيسولوا عليا في السن ماشي مشكل وتنتحاور معاهم مشكل ونعطيني دا في هذا الفيديو هذا. اي امراه تخاصمت مع شي راجل او تفرقتها ما تعاودش ليه اسرار راجلها وما يعاودش هو اسرارهم باش يبقى له الدراري حلوين. انا راه دابا الحمد لله عندي الدراري حلوين ولادي وكنتحاور معاهم ما عندي مشكل هانيه وبركة علينا. رسالتك الهضره حلوه معاك با ميلود.
يعني رسالتك للناس يعني بحكم انت يعني ربما شرعت اربعه لكن انت فتيه الشرع. ماشي مشكل هاني انا نتزوج وقع في الحقيقه. بلاتي بينا نكذبوا. نعم. شنو النصيحه للناس اللي مازال ما تزوجوا؟ ماذا تنصحهم بالميلاد؟ انا الشباب ما يبنوش على الكذوب هو الاول بعدا. الزواج كلشي يكون محطوط في امر الواقع. يعني دابا الائمه كتقد الدري كترافق مع البنت 4 سنين 3 سنين وما كيكذبوا على بعضهم وما دايرين حتى حاجه. شنو يعني ظهر لك في هذه العلاقه ديال دابا ديال كوكو تمنت يعني الدري مع الدري؟ انا اللي مجتمع احنا عشنا شخصيه والمجتمع دابا ديال دابا يقول لك شكون انت شكون ما عندك ما تقول لهم هاد الشباب ديال دابا الا وليتي ما بالنسبه لك ولكن ماشي غادي نحسب ثاني كل شيء. علاش ما بقاش كينجح الزواج يعني ديال الشباب؟ اني انا لقيت ولد نزلت مع شباب طلق ما جلست عندي 3 ايام وقال جدارميه وقال لي واخا كيفاش انا بيت نجبد منه الهضره وقال لي يا ودي اسكت انا معاه قبل الزواج امها راه طلقت جوج وبغات تزيد هذه انت نوت. السلام عليكم. هذا هو المشكل تيبداو بالكذوب واحد المجتمع ثاني نكونوا واقعيين. المصاريف غلات الظروف غلات الكرا غرا كلشي حياه الزوجيه ماشي غير نوضو تجوج خصك تكون بعدا يكون مستقل في السكنة بعدا اولا دعاء فران نفشي الفران انا بالخوف راني نطيح الاخرى شاد الفران في الجوف في العيد في سيدي بيبي نجح لي كنفشل فيه ولا شيء هذا هو المهم اللي عندي واي حرفه دخلت ليها كننجح فيها ماشي بجهدي بجهد الله سبحانه وتكاري ما حبيتيها وبغيتيها هي شريكه حياتي هي الا بات عندها الليله بدون استثناء وانا كنبكي واش انا سنت لي رهق ولا انا كبت وحده تنبكي بالتكرفيس اللي دوز شو هذا ساهل كاع ساهل كاع حتى النهايه راه كاينه كاع العائله واني ما بقاوش كيصلوا صلاه الرحيم كيما الناس القدر. العائله ديالي في الصويره وعندي كل شيء وكنصلي معاهم صلاه الرحيم ونسول عليهم ونقصي عليهم ماشي مشكل من دابا لا. هذا هو الهدف. اخر رساله توجه لها. اخر رساله كريمه قسيت العذاب 44 يوم. انا في الدار معاك، انا نقولها لبنتي، انا راك كنت شفت شحال كانت تعذب نهار السبت. هاد اللي دعا راه عيطت عليها عرين من 7 المرات ولا 8 وتنطلبهم تجاو عدي اليوم هذا هو النداء اللي غادي نوصل لك عرفي الا خرجتي من دار باك داخله لدار باك الثانيه عرفي غادي الامان عرفي كاع الشيء اللي قلتيك راه ما فيه لا نفاق ولا كذوب ولا بعدو ولا قربو والسلام عليكم ورحمه الله ونحب امها تهضر معايا ومستعيد ونحب خوها ونحب اي واحد ماشي مشكل عندي عمرت لك نيت الشريف على النص